في الحيرة وفي الضياع ويعاود يكتشف حاجة جديدة. فأنا في المرحلة هذه اكتشفت قديش البزنس المشاريع مع تبعث المشاريع قديش حلو يبدأ عنده إمباكت على حياة الناس. وهذاك في الأخر آخر سجي هذاك علاش عملت مشروع ما زلت بلوفش تخدم وما زلت فرحانة بها برشا ما زلت أعمل مشاريع بنفس القطاع بقى زادة أخرى عملت مشروع اسمه دار بن قاسم. دار بن قاسم هو نجم نقول لكم معناتها ماديا وعصبيا كلام ياسر مش وصل لبداية ككل مشروع خاطر شريت دار عمرها 300 سنة في المدينة القديمة وقعدت 4 سنين نعمل فيها وبعد عملتها دار ضيافة. وقفت على ساقها ثم خدمت بست عباد ثم ست عباد يخدم فيها من سالي تنظف الريسبسيونيست المال الطيب نسيت فوق هذا كلها مأثة من حرفين توانسة وفوق هذا يجيوا أجانب من كل بلدان العالم يعيشوا عيشة تونسية يعيشوا جو تونسي ويروحوا واو يقولوا من البلاد وفوق هذا في وسط المدينة معناتها مش كان أنا من قاعدة الجنيري في دخل حتى العقار المقابل حتى القهوة اللي تحذية حتى الرستوران ولا فما اقتصاد مشترك معناتها المدينة كلها والناس فما حركة لتخلق اقتصاد جديد معناتها كل هالحاجات هذوما اللي سميتهم حتى هذاك ربح وعيش خاطر انا ليلى بليز مش عادي باش الحق ما قلتش كيف ما نكفش